هذا هو جامع الرحموت في حي تجاري وسكني كبير، ويتوسط الجامع مدرستين كبار والمحلات التجارية والمباني السكنية، وخلصوا الجماعة من المحلات التجارية وأجروها بسرعة علشان الإيجارات تروح لبناء تكملة بناء الجامع. تعالوا ببهركم بالجامع من الداخل، ما شاء الله تبارك الرحمن، جامع بلا أعمدة، ها مفتوح، هذا القبب اللي توسط جامع ثلاث قبب، ما شاء الله جامع يا جماعة، خلاص ما بقى شيء، ما بقى شيء على يجهز، يعني مدرسة قرآن، مصلى نساء، قاعات موجودة في الجامع، حاطين مغسلة للموتى، كل حاجة، المرافق، علشان أوصل لكم رسالة أن الجماعة ما عندهم مكان هنا قريب يصلوا فيه، خذوا جزء من الجامع هيئوه يصلوا فيه مؤقتاً لما يجهز الجامع. تعالوا شوف، يعني أنا أتمنى، اللهم لك الحمد، في شخص رجل خير تبرع بالطابوق، وفي رجل خير تبرع بالسجادة كاملة، ولكن متبقي 300. دخلوا معي شوفوا يا جماعة، هذا المسجد من الداخل، يعني يصلون بأقل الإمكانيات إلين ما يكتمل الجامع بإذن الله تعالى. همتكم يا أهل الخير، نبغى هذا الجامع يكتمل باللي يقدر بالمال، أو اللي يقدر بالمواد البناء. يعني شوفوا الحين، واحد تيك شركة تقول لك مكيفات علي، تيك شركة تقول لك الإنارة، تيك شركة تقول لك البيبات، تيك شركة تقول لك باقي الأمور الإكسسوارات، وفي ناس يدفع المال. فنبغى هذه الجدران المؤقتة تفتح ويكتمل بناء هذا الجامع، جامع الرحموت. أرقام التواصل وأرقام الحسابات، تبرعوا لعل تكون هذه الليلة ليلة القدر، وتتبرعون في هذا اليوم المبارك بإذن الله تعالى.